من أمثلة الكتاب Example 5 بعنوان Solving a System Using Gauss-Jordan Elimination Solved by Gauss-Jordan Elimination لثري Equations and 5 Variables. نبدأ بكتابة Augmented Matrix من الفيرست Equation 1, 2, 4, 1, negative 1, 1 Second Equation 2, 4, 8, 3, -4, 2 Third equation 1, 3, 7, 0 لأن مفيش x 4, 3, -2 عايزين الـ first element first row 1 هو already 1 وباقي العناصر في الـ first column يكونوا zeros فمحتاجين هنا negative 2 ومحتاجين هنا negative 1 نضرب الـ first row في negative 2 يبقى negative 2 negative 4 negative 8 نيجاتيف 2 2 نيجاتيف 2 ولما نضرب في نيجاتيف 1 يبقى نفس القيم بس نغير الاشاره نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 1 1 نيجاتيف 1 الريزلتنج ماتريكس بعد ما نجمع الفيرست رو ما فيهوش تغيير السكند رو هيكون 0 انذر 0 ثيرد 0 1 نيجاتيف 2 0 ونقول عملنا ايه خدنا نيجاتيف 2 من ار 1 مع ار 2 وعملنا ريبليسنج للار 2 وهنا هناخد نيجاتيف ار 1 مع ار 3 ونريبليس الار 3 نيجاتيف 1 مع 1 0 نيجاتيف 2 مع 3 1 نيجاتيف 4 مع 7 3 نيجاتيف 1 4 نيجاتيف 3 عايزين سكند إليمنت في سكند رو يكون ب 1 فممكن ال 1 نصعده مكان الزيرو والزيرو ننزله طبعا هنبدل كل الروز وهنبدل السكند والثيرد روز نعمل انتر تشينج منهم الفيرست رو مش هيتأثر 1 2 4 1 نيجاتيف 1 1 الثيرد رو يبقى سكند 4 نيجاتيف 3 والسكند رو يبقى ثيرد 0 0 0 1 نيجاتيف 2 0 صار عندنا 1 سكند رو سكند اليمنت عايزين فوق وتحتيه زيروز فوقه مش زيرو نجيب له نيجاتيف 2 نضرب السكند رو في نيجاتيف 2 يبقى 0 نيجاتيف 2 نيجاتيف 6 نيجاتيف 1 في نيجاتيف 2 يبقى 2 نيجاتيف 8 و 6 نجمع ونكتب الريزلتنج ماتريكس الفيرست رو هيبقى 1 0 نيجاتيف 2 3 نيجاتيف 9 7 السكند رو ما تغيرش ولا الثيرد رو نكتب عملنا ايه خدنا نيجاتيف 2 من ار 2 مع ار 1 وعملنا ريبليسنج للار 1 كده عندنا ليفت موست وانز في الفيرست والسكند روز الثيرد رو الليفت موست اليمنت ب 1 اوريدي محتاجين نخلي اللي فوقيه بزيروز فمحتاجين هنا 1 ومحتاجين هنا نيجاتيف 3 ونضرب الثيرد رو في 1 يعني نفس القيم ونضربه في نيجاتيف 3 يبقى 0 0 0 نيجاتيف 3 وهنا 6 وهنا 0 ونكتب الريزلتنج ماتريكس ونكتب الاوبريشنز اللي عملناها الثيرد رو ما فيهوش تغيير السكند رو خدنا ار 3 مع R2 عملنا replacing لل R2 خدنا negative 3 من R3 مع R1 عملنا replacing لل R1 يبقى 1 0 negative 2 0 negative 3 7 والsecond row 0 مع 1 مع 3 مع 0 مع 2
مع نيجاتيف 3. وصلنا للريديوس دي 4، عندنا ليفت موست وانز 3 تايمز، وبالتالي الاكس 1 والاكس 2 والاكس 4 ممكن نجيبها بدلالة او in terms of اكس 3 واكس 5 اللي عايزين نعمل لهم assumptions. لو عملنا assumption للاكس 5 نقدر نجيب الاكس 4. assume مبدئيا كده نكتب ان السيستم the system is consistent، في حل، ونكتب dependent لان infinitely many solutions. ومفروض نكتب السولوشنز ست. نبدأ بأسامشن لإكس 5 equals T where T belongs to R. إذن الإكس 4 من الثيرد إيكويشن، إكس 4 minus 2X 5 equals 0. إذن الإكس 4 equals 2T. يبقى كده جبنا او فرضنا الاكس 5 وحسبنا الاكس 4. بنراجع نفرض الاكس 3 باي فاريبل. اسيوم اكس 3 ولتكن ار وير الار بيلونجز تو ريال نمبرز. الاكس 2 من السكند ايكويشن، اكس 2 بلس 3 اكس 2 بلس 3x3 اسف x3 بلس 2x5 equals negative 3. يبقى الx2 بيساوي negative 3x3 minus 2x5 minus 3، يعني negative 3. الx3 فرضناها بr، الx5 فرضناها بt minus 3، يبقى ده الx2. فاضل الاكس 1 من الفيرست ايكويشن، اكس 1 ماينس 2 اكس 3 ماينس 3 اكس 5 ايكوالز 7. معنى كده ان الاكس 1 ايكوالز 2 اكس 3 بلس 3 اكس 5 بلس 7. 2x3 فرضناها بr، الx5 فرضناها بt بلس 7، ويبقى كده حسبنا كل الفاريابلز. يبقى نكتب السولوشنز ست. equals الx1 2r بلس 3t بلس 7، الx2 negative 3r minus 2t minus 3، الx3 بr، الx4 2t والx5 بt where الt والr belongs to real numbers. وادي الاكس 3. يبقى احنا عملنا underlining للاكس 5 اكس 4 اكس 3 اكس 2 اكس 1 وحطيناهم في solution set. نقدر نفرض تي وار اي قيم للريال في الريال نمبرز ونحسب بناء عليها الفايف variables.